بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أعزائي المشاهدين أهلا مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجنا الكتاب المقدس يتحدى الإلحاد والفكر المعاصر. موضوعنا اللي بنتكلم فيه اللي هو كيف نشأت الحياة على الأرض، هل نشأت بالخلق الإلهي أم بالصدفة العشوائية من الجماد؟ كلمنا في الحلقات اللي فاتت خاصة في الاثنين اللي فاتوا عن مقدمة عن نظرية داروين، وقلنا ان خلاصتها ان داروين كانت العلوم في عصره بسيطة جدا، في علوم كثيرة ما كانتش لسه عرفت زي علم الوراثة، علم الجينيولوجي، البيوكيمستري والكيمياء الحيوية، في الطبيعة الحيوية إلى آخر العلوم دي، وعلم الاحتمالات الرياضية وعلم الوراثة، حاجات كتير. وإن الخلية كانت في عصرهم بيشوفوها كلطخة في شبه بالونة مليانة بالجيلي، سائل الجيلي اللي هو مالوش عارف مالوش حاجة خالص. عارفين مادة الجيلي؟ حد اللي بنجيبها السيدات او اللي بنجيبها في بيوتنا عشان ايه؟ يتعمل بيها الحلويات، بعض الحلويات، كويس. ده الخلية والعلوم كانت في عقصر، الى جانب ان كان فيه ناس بتعتقد ان الصراصير فلان، الدود، الضفادع، حاجات كتيرة من زي دي بتخرج من الطين ومن الوحل ومن الايه المادة العفنة، وانا شرحت ده بالتفصيل. حتى الانسان ممكن يخرج من الوحل، فدي العلوم اللي كانت في عصره، فايه اللي تتوقعه من نتيجة؟ فهو قال نفترض ان في بركة دافئة، فيها بركة مليانة، نفترض خدوا بالكم فيها بركة من المياه الدافئة وفيها بعض العناصر الكيماوية. هذه العناصر على مدى مليارات السنين خاصة بيحددوها بالفترة، يعني بقول حوالي 3.5 مليار على الأرض، وإن هذه الميكروبات اللي تكونت الخلية الأولى سواء كانت هي الخلية أو البكتيريا أو الأميبا، لأن دول وحيدة الخلية، كويس، يعني من خلية واحدة. المهم بيان فان دي من 3.5 مليار على مدى، يعني من 3.5 مليار سنة بطول 2.7 مليار سنة فضلت في الأرض وفي البحار بطبيعة الحال. ما فيش غير هي المادة الأولى دي اللي هي الأميبا أو البكتيريا اللي هي وحيدة الخلية أو كائن آخر وحيد الخلية. هم حتى مش عارفين يحددوا كانت هي الأميبا ولا البكتيريا ولا في كائن غيرهم وحيد الخلية زيهم، هم مش عارفين. لكن بيفترضوا، نفترض يعني أجي واحد ماشي مثلا ولو نفترض أنك كنت أسد كنت هتاكلنا؟ هل افتراض ده هيحوله الاسد؟ نفترض انك حمار كنت نقلت لي الحاجه دي من هنا لهنا، هيتحول الاسد الحمار؟ نفترض انك ديك رومي مثلا او حمامه او فرخه، هفترض انك اتشويت كده في الجو واستويت وجيت لوحدك وكلتك، هيتعمل افتراضات يعني غريبة يعني. نفترض واحد مثلا، شوف ملكة جمال، ولا افترضنا اتجوزتها هعمل ايه؟ تفترض ازاي في عندك امكانية انك تتجوزها؟ طب بطبيعة الحال لا، لان عشان تتجوزها لازم تكون في درجة معينة او على الاقل هي ترضى بيك، ابسط الامور بصرف النظر عن ايه الاعتبارات. هل هي ترضى بيك؟ تفترض وهي في بلد وانت في بلد وانت بتتفرج على التلفزيون. فهم دول نفترض
انا قلت لو نفترض ان ربنا اداني 2000 سنه عمر، او على الاقل زي ايام ادم وحواء حوالي 1000 سنه، هل افتراض ده هيخليني اعيش 1000 سنه؟ حاجه غريبه. يعني نفترض يعني ايه؟ بيقولوا ان اول شيء وجد على الارض في نظريه داروين، اول الكائنات الحيه هي الميكروبات وحيدات الخلايا. الميكروبات وحيدات الخلايا، لان قلت الاميبا كانت اول، يقولوا كده كانت نشاه الانسان، نشاه اول الكائنات اسف، بسيطه واشبه بالبكتيريا، زي البكتيريا، بعض البكتيريا بعض الأميبا بعض كائن آخر شبيه بالبكتيريا، ماشي. وعلى مدى قدر هائل من تاريخ الحياة على الأرض كانت هذه الكائنات هي كل شيء حي، لأن ملقوش لها أي آثار في الحفريات، ملوش لها ياثر الا من حوالي 3.5 مليار من دلوقتي. هم بيقولوا الارض اتخلقت من 4.6 مليار سنه، فلما نشيل منهم 3.5 مليار، يعني في المليار سنه و200 مليون الاولى كانت الارض فيها ملتحبه وغازيه، ويعني ما كانش ينفع فيها حياه. لما بدأت تبرد وتبقى في بحار ومحيطات والمياه اللي على الأرض وأنهار وغيره، كويس، بدأت تتواجد هذه البكتيريا أو الأميبا أو الكائنات وحيدات الخلية أو الكائن اللي هو أشبه بالبكتيريا اللي بيفترضوا إنه توجد منه. كل دي بما فيها الأميبا والبكتيريا، كل دي افتراضات. لقوا حفريات، أوكي مفيش مشكلة، ما يهمناش في حاجة، لأنها كون إنها هتفضل حوالي 2.5 مليار، طب وإيه اللي عدلها بعد كده؟ تقعد 2.5 مليار زي ما هي مفيهاش أي تغييرات، كويس؟ تقعد 2.5 مليار، يعني نخش في عدد سنين كتير، تقعد 12.5 مليار، وهذه الميكروبات فقط كانت هي سكان الأرض طوال 2.7 مليار سنة، في عصر هنشرحه بالتفصيل بعد كده اسمه العصر الكامبري. ايه العصر الكامبري؟ منطقة اسمها كامبريا، هذه المنطقة من حوالي بعد داروين بفترة بسيطة، بأيام داروين بدأ يكتشفها أحد علماء الحفريات المؤمنين بنظرية داروين، فاكتشف فيها 80,000 لوحة، الظاهر أمطار، عوامل تعالية، حاجات كتيرة جدا طلعتها من تحت الأرض. ففوجئوا حد، هم قرروا زمن هذه الفترة من 550 مليون سنة من دلوقتي، يعني شوف بعد ايه، بعد 4.5 مليار سنة، مش 500 مليون، 1.1 سنة بعد ده كله. يعني لما تكون الأرض مخلوقة من وجهة نظرهم، أو وجدت في بدايتها من 4.6 مليار، أو بمعنى صح من 4.6 مليار سنة، كويس، وبعدين نشيل منهم 55 مليون سنة، يعني بالضبط من بعد 4.5 مليار سنة أو 60 سنة بكثيره، قالوا إن هذه الحفريات بترجع للفترة دي اللي هي حوالي 550 سنة قبل وقتنا ده. كانت المفاجأة بالنسبة لهم
إن على مدى 2.7 مليار سنة، على مدى 2 مليار واتنين مليون سنة، مدى 2 مليار آسف، و 700 مليون سنة، ما كانش في غير الكائنات اللي هي الوحيدة في الخلية اللي هي الأميبا، البكتيريا، الكائن شبه البكتيريا المفترض برضه. ودول ليهم لقوا ليهم آثار في بعض الصخور. طيب كيف يعقل هذا؟ يقعدوا 2000 مليار سنة، أو 2 مليار و700 مليون سنة، وفجأة يكتشف حيوانات معقدة عديدة الخلية، وده هنشرحها بالتفصيل، ليها عينين ورجلين وتركيبة عينين معقدة أكتر من الإنسان نفسه. عدد ضخم من الكائنات في 80,000 لوحة، 1000 حفرية يعني، كويس. فكلهم أجمعوا إن يقولوا إيه كعادتهم. طبعا العلماء المؤمنين قالوا دي وجدت فجأة، وهي فعلا فجأة. لما تجيب لي بعد كده 4.6 مليار يعني، و550 مليون سنة، كانت في بداية الأرض الأولى، و2 مليار و700 مليون سنة ما كانش في غير كائنات وحيدة الخلية، وبعدين تجيلي دلوقتي في ال500 مليون، في ال50 مليون الأخيرة دي، في ال50 مليون الأخيرة دي، وتقول لي فجأة وجدت حيوانات معقدة عديدة الخلايا، يعني فيها كائن اللي بيسموه فصوص أو الفص. هذا الكائن مركب تركيبة صعبة جدا، أصعب من الإنسان نفسه. ولقوا نفس الكائنات دي والحيوانات، كل ما وجدوه مثيل بما هو موجود على الأرض النهاردة، على مدى 50 مليون سنة ما تغيرش، ما تتطورش، ما حصلوش أي حاجة. بس ده هندرسه الواحد. لكن هما بيقولوا بقى بنفترض، وبرغم الاكتشافات الحفرية في كامبريا أو كامبريا أو اللي بيسموها العصر الحمبري الكامبري، أو بيسموها بالانفجار الكامبري، لأن مادة 80,000 لوحة، تخيلوا الراجل ألغاها لمدة 20 ركنها لمدة أخفاها لمدة 20 سنة، ما سألوه ليه؟ قال لهم لكي لا تغرق سفينة التطور. يعني تنكر حقائق علمية عشان ما تغرقش نظرية التطور، زي ما قلت لكم بزيفوا حفلات كتيرة عشان يثبتوا من خلالها. لما أحد العلماء ثبت على التزوير قال لهم أنا عذري الوحيد إن في آلاف غيري زيفوا حفريات وحاجات كتيرة جدا لصالح الداروينية. يعني تزيف لحقائق عشان تقول الداروينية صح، تزيف حاجات آسف ما هياش حقائق، تجيب فك فيل على وش إنسان أو العكس، وش إنسان على فك فيل، وتجيب ده تلاقيه في حتة وده تلاقيه في حتة، تلزقهم في بعض، واضح إنهم معمولين بمادة معينة، وأي حد يكشفهم ويتعمل فيهم رسالة دكتوراه وماجستير وغيره وغيره ويأكدوا صحته، وفجأة يكتشفوا إنهم مزورين ويتسحبوا من الزوار ويعترفوا بهذا التزوير. يقول لك مش عاوزين الداروينية تسقط. الله، كل ده عشان ما يقولوش إن في حاجة اسمها الله، فيش كائن اسمه الله، آسف على تعبير حاجة. المهم قالوا ده أول حفريات بتسجل وجود كائنات على اللي هي وجدت على مدى 2.7 مليار سنة للأميبا، والكائنات وحيدة الخلية الأميبا البكتيريا، الكائن أو شبيه البكتيريا إن كان فيه يعني. بعد كده المرحلة الثانية بالنسبة لهم بيسموها الانتقال إلى مرحلة الخلايا المتعددة. عاوز أقول بس ملحوظة، الجزء اللي بتكلم فيه حالياً
نقلوا عن موقع، هذا الموقع كتب في هذا الموضوع عشرات العلماء من الداروينيين اللي هم في كل المواد التخصصية تقريبا، لكن هوسهم بنظرية داروين وعماهم بنظرية داروين خلاهم يقولوا الحاجات دي. أنا بقولش حاجة من عنده اللي بتأليفي. ونقل المرجع، مرجع اسمه مرجع الأوان، لو حد بيفيك ويحب يرجع له. لخصت كل مقاله هؤلاء العلماء، ما جيبش حاجة من عندي ابدا، ما انطلعش حاجة على لساني، كل ده من كتب علمية. الكتاب اللي بشتغل فيه مرجعه حوالي 3000 كتاب، حوالي 4000 مقالة في الداروينية والرد عليها، أكثر من 22 أو 23 ألف يوتيوب بشتغل فيهم ليل ونهار على مدى 4 سنين. قالوا بعد كده، بعد مرحلة الأميبا والبكتيريا أو الكائن وحيد الخلايا الشبيهة بالبكتيريا، حصل تحول إلى مرحلة الخلايا الكثيرة اللي بيعتبروها انتقال من مرحلة الخلية الأولى، للخلية بتنقسم إلى خليتين وكل خلية تنقسم إلى خليتين وهلم جرة إلى كل خلايا الكائن. العدد الضخم من الخلايا، الإنسان وحده فيه 100 تريليون خلية. فيقولوا إيه؟ تعتبر مرحلة وحيدات الخلية، الكائنات وحد الخلية، إلى مرحلة كثيرات الخلايا حاسمة في تاريخ الحياة البيولوجية على الأرض. هنا في ملحوظة، بيقولوا إيه؟ تعتبر مرحلة انتقال من مرحلة وحيدات الخلية. هم كم وحيدة خلية انقسموا وبقوا عديدة الخلايا؟ هم بيعتبروا ان خلية واحدة فقط انقسمت الى خليتين، واحدة كانت مصدر لكل الخلايا النباتية وواحدة مصدر لكل الخلايا الحيوانية والإنسانية. طب لو افترضنا ان جميع الخلايا اللي كانت في البحر على مدى 2 مليار و700 مليون سنة، كل واحدة منهم عملت زي الأولى الخلية دي، كان يبقى عندنا كام مليار جنس، ولا كام تريليون جنس، وكام تريليون خلية، كام تريليون خلية انقسمت، وكام اشمعنى واحدة؟ لاحظوا انه في وسط مليارات الخلية بحول الأرض كلها، أنهار الأرض كلها، في تحتها على الألف الأجزاء السفلى منها مليانة بهذه البكتيريا أو الموبيبا الأميبا أو الكائن شبيه بالبكتيريا زي ما بسموه. اشمعنى واحدة بس؟ هو ده السؤال اللي محيرني. هل الناس دي ما تفكرش طب لو كل الخلايا اللي في البحر والمحيطات انقسمت إلى عديدة الخلايا، خلايا متعددة، كثيرات الخلايا، خليتين وكل وإلى خليتين بأربعة وأربعة ثمانية، ثمانية بـ 16 بـ 16 بـ 32 و 32 بـ 64 وهلم جرى إلى ما لا نهاية. ليه واحدة بس؟ هو ده السؤال. ليه جماعة الخلايا دي ما عملتش كده؟ أو نسبة من هذه الخلايا، افترضنا جزء منهم لا يصلح. مفيش 5% منهم يصلح؟ هيبقى برضو ما مش اقل من مليار خلية. طب ليه ما انقسمتش المليار خلية؟ الدارويني وحده يقول ذلك، وهو لا يفكر في هذا الامر. المسألة بالنسبة له ان بيصدق، لان اللي قالوا ده علماء. طب العلماء بيصدقوا ليه؟ مش عايزين حاجة فيها اسمها الله. الغريبة لما الاقي واحد زي حالات الراجل دي بيتكلم، يقول انت مالك؟ درست؟ يقول لا درست، انا بقى لي 4 سنين متفرغ ليل ونهار لجانب خدمتي بشكل محدد، لان كانت ليا ظروف خاصة فيها فاستغلتها كويس جدا.
درست فيها الموضوع ده وبدرس فيه، وربما ياخد معايا سنتين ثلاثة تاني. اللي بيعمل دكتوراه بيعملها براحته، اللي بيعمل ماجستير بيعمله براحته في مادة، لكن أنا اشتغلت في كله على مدى 4 سنين، حاجة بتجيب حاجة وحاجة بتجيب حاجة. فما يجيش يقول لا يا راجل دين، أنا راجل دين ما طلعتش من نفسي وقلت، لا أنا درست كل عناصر العلوم المعروفة. ونشكر الله النت بيسهل كتير جدا، سواء المقالات سواء الفيديوهات بتاعت اليوتيوب سواء الكتب، واشتريت كم ضخمة من الكتب المترجمة عشان تسهل الوقت اكتر، مع ان برضو لو جبت انجليزي هيبقى كويس، بس المترجم بيسهل لي اكتر عشان المصطلحات العلمية، لأن المصطلحات العلمية لها مجالها. أنا ليسانس آداب إنجليزي، فالمسألة بالنسبة لي دارس حاجات تانية، لكن ما يعنيني إن هنا لازم أرجع للأصول زي ما في كل الكتب السابقة 76 كتاب كلهم رجعت فيهم للأصول لحد دلوقتي، كويس؟ فهنا لازم أرجع للأصول. فدي المرحلة الأولى من نظرية داروين، إن الكائنات اللي كانت على الأرض ما كانش فيه على مدى 2 مليار و700 مليون سنة إلا الكائنات الوحيدة الخلية اللي هي الأميبا أو البكتيريا أو كائن شبيه بالأميبا بالبكتيريا، وهذا الكائن انقسم بعد كده في وجهة نظرهم إلى عديد من الخلايا. طيب يبقى إذا هنا لما نشيل 350 مليون سنة من خلقة من وجود الأرض، ما بقولش خلقة الأرض، من تكوين الأرض من 4.6 مليار من 10، يتبقى لنا 1.1 مليار سنة. يفترض في هذه المليار ومليون سنة بدأت بقى كثيرات الخلايا تتجمع تتطور تتطور لحد ما وصلت بينا إلى الإنسان، كويس؟ تتطور تتطور لحد ما وصلت بينا إلى الإنسان. الكلام ده ما حصلش، لا إذا كانت الحفريات كشفت لنا عن وجود هذه الكائنات وحيدة الخلية على مدى 2 مليار و700 مليون سنة، ما كشفت لناش لأي كائن وسيط، لأن المفروض إن يحصل تطور. يعني إيه يحصل تطور؟ عمال أقوله في الحلقة الجاية عشان ما أعطلكمش، نكمل الحلقة الجاية إن شاء الله. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة موهبة وعطية روح القدس فلتكن مع جميعكم، امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، تصبحوا على خير، تصبحوا على نور المسيح.